معلومة رقم واحد، هل تعلم أنه في 3 أنواع لشخصيات كراش بانديكوت؟ كراش العادي، كراش المزيف، كراش البعد العاشر، أو كراش الشرير. وأنه أكثر ظهورهم كراش العادي، يليه كراش المزيف، يليه كراش الشرير أو كراش البعد العاشر، لأنه ظهر تقريبا في جزء واحد ألا وهو توين سيتي. أما بالنسبة لباقي الكراش المزيف ظهر في عدة أجزاء، أذكرها لكم في المقاطع الجاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم؟ رجعنا لكم بمقطع جديد بتختيم للعبة كراش بانديكوت. طبعا زي ما قلت لكم أنا هحاول أني أغطي اللعبة بأكبر عدد ممكن، أكبر نسبة ممكنة، فأتمنى فعلا أنكم تدعموني. في مراحل سرية أو جواهر سرية، يعني هوضحها في مقطع ثاني، بس الحين هبدأ بتختيم اللعبة وبعدين هترك الشغلات الثانية. طبعا مثل ما قلت لكم أتمنى فعلا أنكم تدعموني، لأني والله العظيم أستاهل الدعم، يعني فعلا 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 أتمنى أنكم تدعموني. المهم بدأنا المرحلة. طبعا مراحل الشلالات أو المراحل اللي تكون في ماي زي كده بالنسبة لي، يعني بالنسبة لكراش ون زمان كان الفوز شبه مستحيل فيها، لكن كأنهم المطورين حسوا إن فعلا في خلل في المراحل هذه، فقرروا إضافة الدباب في الجزء الثاني، ففعلا أنا أشوفها وجهة نظر جدا ممتازة. طبعا زي ما انتم شايفين بنط، بس ما قدرت بسبب السمكة هذه، بس مو مشكلة. انا هحاول اني اجمع الصناديق، يعني اكبر عدد ممكن من الصناديق، لكن في صناديق تحتاج الجواهر السرية اللي هوضحها في مقاطع ثانية، فهذه المرحلة من النوع اللي تحتاج الجواهر السرية، فما عليكم هوضح كل شيء مع المقاطع الجاية. بس حاليا جمعنا بس راسين من راس توانا، اللي بالمناسبة قلت مع أنه عموما هل تعلم في المقطع اللي فات، فأتمنى اللي ما شافوا يشوفوا. مثل ما اتفقت معاكم أعطيتكم هل تعلم معلومة قبل المقطع، وهعطيكم معلومة مع نهاية المقطع، بس أهم شيء فعلا أنكم أتمنى أنكم تتابعوني بالإنستجرام، الرابط هترك لكم إياه تحت، لأنه بين فترة وفترة أنزل أخبار، فما عليكم أضبطكم إن شاء الله. لأنه المرحلة دي صعبة شوية على فكرة، مراحل توانا من النوع اللي تزداد صعوبة مع المراحل، يعني ما في تدرج من الأصعب للأسهل، لأنه فعلا 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 كل مرة تزداد صعوبة. بس أنا أشوف الأنيميشن ده المفروض فعلا لازم يتغير، يعني أوكي كل مرة يجي وبعدين يجي ينقذها، يجي ياخذها دكتور كورتكس، ما أشوف إنه له داعي. بينما في الجزء الأول كان الأنيميشن بس تكون واقفة وتجمع لك النقاط قبل ما تنتقل. ما أدري إذا أنا كلامي صحيح أو غلط، لكن أحس إنه اللودينج أو قائمة التحميل زادت في البلايستيشن 3، في البلايستيشن 4 عفوا. طبعا مثل ما أنتم شايفين القاعدتين هذه الخفية، هذه تنفتح حالة إذا جبت بعض الجوانب السرية. الحين هننتقل للمرحلة الثانية. تصدقون كان المفروض انهم يغيرون الفيس تبع اوكا اوكا او واكو واكو، ناس الاسم، او بورتوغا على قولة جيل الطيبين. الحين هنواجه زعيم، طبعا في كل جزيرة تقريبا في زعيم نواجهه. عدا الجزيرة الثانية، تقريبا الجزيرة الأولى بس في زعيم واحد نواجهه، لكن بالنسبة للجزيرة الثانية والجزيرة الثالثة أتوقع إنه زعيمين نواجههم، ففعلا الله يعين. هذا الزعيم ترى لو تلاحظون إنه تكرر أكثر من جزء، جاء في جزء السباق بالإضافة لجزء خلونا نفتكر شوية، أيوه بالإضافة للجزء المفضل عندي أكيد، اللي انا انصدمت لما عرفت انه ما يعتبر من كلاسيكيات كراش. انا بالنسبه لي اعتبره من كلاسيكيات كراش وبقوه، لانه فعلا جزء يستاهل فعلا، يعني فعلا. واخيرا تخلصنا من الدوب ذا او من بابو رئيس القبيله.
ورجعنا لوومبا آيلاند. طبعا الجزيرة اسمها جزيرة الوومبا، والفاكهة اللي يأكلها كراش اسمها وومبا من نفس الجزيرة، ف مو مشكلة يعني على اسم الجزيرة اسم الفاكهة. طبعا مثل ما انتم شايفين فتحت قاعدة، فهذه القاعدة انه نقدر نستبدل كوكو لو نبغى يعني نبدل اللعب ما بين شخصية كوكو وكراش، بس للأسف شخصية كوكو ما نقدر نختار فيها كل المراحل، وما أدري ليه، بس يعني ما أشوف فرق كبير. يعني أوكي تلعبها بكل المراحل بنص المراحل، أهم شيء إنك يعني تقدر تغير اللعب، يعني تقدر تسوي شيء كذا جديد. ولو إني أفضل إنهم يحطون شخصيات ثانية هيكون مرة رائع، يعني مثلا يحطون الدب بولا هيكون جدا رائع، أو مثلا النمر اللي مع كوكو، يعني شغلات زي كذا، يعني أكثر من شخصية. بس إحنا من زمان معتادين إنه كراش أو كوكو، كراش أو كوكو، أو لو غيروا مرة كراش يركب الدبدوب وكوكو تركب النمر، يعني ما هيكون فرق. مثل ما أنتم شايفين بعد ما تخلصون الصندوق ده لا تخسرون الصندوق الخشبي، لأن لو استمرتون بضغط إكس هتحصلون على رأس الدكتور ده، ناسي اسمه بس لو افتكرته هكتب لكم اياه تحت في المقطع. اخيرا تشيك بوينت، هذه طريقتها سهلة، بس الحمد لله حصلنا على اوكا الثالث. طبعا زي ما انتم شايفين الحين ننتظر، ما هقدر اروح الجهة الثانية على اساس اخاف الفيس، لانه في الصناديق هذه مستخبي الفيس تبع الدكتور. احنا محتاجين جمع الثلاثة الوجوه، فلازم عشان ما يتفجر مع القنابل لازم نتخلص من برتقة الثالث وبعدين نروح. طبعا بالنسبة لي الفيس اهم من التزاويد تبع كراش او فيس كراش، فيس كراش مو مهم، يعني تقدر تعوض بالتفافيح شغلة زي كذا، لكن هذا ما يقدر يعوض. بالنسبة للبلاي ستيشن 1 اذا راح خلاص راح عليك، ما تقدر ترجعه مرة ثانية، لكن مع التعديل الحمد لله شال الميزة التعجيزية هذا، لأنه فعلا اللعب على البلاي ستيشن 1 تعجيزي، خصوصا لو أنت من النوع اللي يحب يجمع كل شيء، سواء كل الصناديق أو كل شيء، لأنه في البلاي ستيشن 1 فعلا يعطوك شروط تعجيزية. يعني مثلا ما تقدر تحفظ اللعبة لأن تجمع الرأس الثالث التوانا وتفوز فيه، فشوفوا كيف الصعوبة. وبعدين أنا من النوع اللي يعني يحب يجمع كل شيء في اللعبة، وأحب أتأكد برضه من كل شيء، يعني زي ما أنتم شايفين قبل شوية تأكدت إنه فوق الصندوق ما في صندوق. 3 2 1 هترجع، شفتوا؟ قلت لكم. وهنا أخيرا باص الثالث تبع وانا، طبعا برتقال الثالث يختفي هنا مجرد ما وصل المرحلة دي يختفي، ما أدري ليه، بس مو مشكلة. أخيرا مثل ما قلت لكم فعلا الوضع يستاهل صعوبة مع إجراء المراحل. أنا الحل الوحيد مثل ما أنتم شايفين إني مت ومت، مو مشكلة هرجع مرة ثانية. طبعا في مراحل تأخرت فيها فعلا، يعني في مرة مت في المراحل توانا أكثر من 15 مرة تقريبا، شيء زي كذا، أو يمكن أكثر حتى من 15، لأنه فعلا في مراحل فعلا تزداد صعوبة. ما هسيب الراس، هرجع له أخيرا. لا أحد يرقص هنا، ما أعرف سمعنا إلا المدلع. أوكي انتهينا من مرحلة توانا. انتم شايفين هنا كمان في قاعدة تنفتح اذا جبنا جوهرة معينة. بالنسبة للجواهر الفضية كل المطلوب منك انك تجمع كل الصناديق بس، اما بالنسبة للجواهر اللي هتشوفونها مع المراحل الملونة والخضرة وكذا لها شروط اشرح لكم اياها بعدين في مقطع ثاني بعد ما اخلص تختيم الكراش 1.
مثل ما انتم شايفين هذه المرحلة صعبة كمان، مراحل الدكتور هذه مرة صعبة جدا، بس ان شاء الله بنفوز. ما عليكم لا تشيلون هم، اكرم معاكم فهيختم لكم اللعبة في اقرب وقت ممكن. اوف شو الصعوبة دي، ياهو يعني مو دي الدرجة. مرة ثانية، هذه المرة حاسس اني افوز. شوفوا يعني نصيحة مني، او ماي جاد، نصيحة مني، حاولوا انكم تغيرون في التكنيك اللي تستخدمونه كل مرة، يعني مرة سووا شيء، المرة الثانية سووا شيء غير اللي سويتوه المرة الأولى، والشيء اللي تحسوه أقرب للنجاح سووه. يعني مثلا أنا الحين قررت إني أول كنت أحاول إني أنط أوصل الصندوق الحديدي، الحين ما هوصل للصندوق الحديدي، هنط من صندوق لصندوق وما هتوتر، لأنه أحس كأنهم يوتروك بالوقت، ففعلا ما هتوتر. وأخيرا لما قلت لكم فعلا، لأنه فعلا بالنسبة لي الصناديق الحمراء توتر فعلا. صح مجازة خلاص، الحمد لله جازة، وتقريبا انتهينا من المرحلة. طبعا ما هنجيب ما هنجيب عدد الصناديق كاملة، لأن نجيب الجوهرة هذيك اللي كلمتكم عليها، فمو مشكلة، لنا رجع إن شاء الله فيما بعد. بس تقريبا ناقصنا 6 صناديق بس خسارة فعلا. يو ميسد 3 بوكس، نو بروبلم نو بروبلم مان نو بروبلم. لودينج وومبا ايلاند، كان التحميل يطول شوية. اوكي كويس، هذا مثال على نوع المراحل اللي كلمتكم عليه، اللي هو نوع من المراحل اللي ما تقدر تختاروها بكوكو بانديكوت، بانديكوت سوري، كوكو بانديكوت. ليش؟ لانه ما ادري، يمكن ما سووا يعني ما حسوا انه كويس كوكو تركب خنزير، ما ادري ما ادري فعلا ما ادري، بس انه يعني فعلا ما ادري ليش ما خلوا ما يمديك تلعبها بكوكو. مو مشكله برضو، المراحل اللي ما تقدر تلعبها بكوكو قليلة جدا، يعني ما تعد بالأصابع، قصدي أو بالأحرى تنعد بالأصابع، عفوا عكس ثم اللي فعل، بس مو مشكلة. أوكي دول الكريهين طبعا نشوفهم في كل مكان. ديم ديم شو الصعوبة هذه، فعلا الألعاب القديمة فعلا أحسها أصعب من الألعاب الجديدة. يعني أنا لما ألعب كل أوف ديوتي تقريبا اموت في كراش اكثر من تلفزيوني فعلا. احس الالعاب الحين متساهلين معاك حتى في الاكشن، يعني مجرد شعور. ايوه كلمت فقط قبل دام شو يسموه درام في الانجليزي، وسقط كراش من جديد مرة ثانية على قول كثير خبيث. يس طبعا احس التحكم بطيء جدا، ما يتجاوب معاه فعلا، يعني والكل انتقد هذا الشيء، وانا من باب صعوبة مو من باب يعني من باب عيب تقني او شيء زي كذا، لا من باب صعوبة. بس انتم يعني مثلا اذا شفتوني اموت كثير حاول تشوفون التكنيك اللي زبط معايا وحاولوا انكم تسووه. وبقي لنا اخر صندوق، يا الهي اقعد في هذا المكان كثير شكلي، لانه طولت فيه، يعني لما كنت العب اللعبه القديمه خلصت فيها طولت في هذا المكان فعلا، المنطقه الاخيره او بالاحرى مع اخر صندوق. في صعوبه كده ما اقدر اوصفها لكم، بس لازم يا انك تنط متاخر يا انك تنط بدري شيء زي كذا، وبحيث انه نطتك تتوافق مع الخنزير اللي يدور، وفي نفس الوقت تتوافق مع قرب مسافتك ما بين الطبق، فتقدروا تتخيلوا مدى الصعوبة.
الصندوق فيهم تقريبا صندوق واحد. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، مثل ما قلت لكم فعلا ترى يعني فعلا في تكنيك معين لازم نسويه، لأنه التوقيت صعب ما بين الصناديق، ما بين الصندوق، ما بين نطة الخنزير، وما بين الطبل اللي ننط فيها. ففعلا فعلا 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 صعبة. آخر صندوق، الصندوق النكبة. يوه إيش الحل؟ Don't worry don't worry. Yes. هوب. هو آخر صندوق اللي هو أكثر صندوق مزعج. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعاً على فكرة أنا هقدر يعني أقص للمقاطع، بس أنا أحب اللعب يكون عفوي وتلقائي مع اللعب، يعني إنه يكون التسجيل مع اللعب نفس الوقت، مو أقص قص. أنا ممكن أقص قص في المقاطع الجاية بحال اختصار للوقت، بس عشان المراحل الجاية تكون الموتات فيها صعبة لدرجة يعني ما تتصدق. اخيرا 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 فزنا، اخيرا فاينلي. هترككم الحين مع الفقره اللي تعلموا مع نهايه الحلقه، بس قبل ما اترككم مع الفقره لا تنسون اللايك والسبسكرايب، ولا تنسون تدعموني وتنشرون المقطع، واذا عجبكم المقطع فعلا لا تنسون انكم تنشروه لاخوانكم وزملائكم وكل الناس اللي تعرفونهم، واكتبوا لي اراءكم تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلومة رقم 2، هل تعلم أنه في شخصية كان المفروض يظهر في سلسلة كراش وتحديدا الجزء الأول، لكن لسبب منع الشخصية ذي من الظهور، وكان المفروض بالشخصية أن يكون اسمها هينا، هو عبارة عن ضبع وشكله غبي نوعا ما، لكن ألغوا لأسباب غير معروفة. مو بس هذا، بالإضافة لفي مراحل كمان كان المفروض تظهر في الجزء الأول لكن ألغوها. وأول مرحلة كانت عبارة عن إنك تلعب بكراش بـ2D وتمشي في مكان كذا زي الجبل، والمرحلة الثانية كان عبارة عن إنك تلعب في شلال أو قريب من عند الشلال وتنط على الأعشاب بحيث إنك ما تنزلق، بالإضافة لمرحلة ثالثة كانت في كهف وكان مفروض إنك تهرب من السوائل الحمضية، والمرحلة هذه كان تختيمها جدا قصير. وبالإضافة لآخر مرحلة اللي هي مرحلة الحمم برضو لغوها، لأنهم شافوا كراش برتقالي الحمم برتقالية والصخور اللي نط عليها كراش برضو برتقالي، فلغوا المرحلة دي وحطوا جزء بسيط اللي هو أنك تقاتل الزعيم. مكان ما تقاتل الزعيم هذه المنطقة الحمم، خلوا الجزئية هذه ولغوا المرحلة كلها. أما بالنسبة لآخر مرحلة اللي هذكر لكم إياها، فهم الحمد لله حطوها في جزء الريميك، والحمد لله قدرنا نلعبها، وكانت المرحلة ذي من أصعب المراحل. وهذا يخلينا نوصل استنتاج أو التحليل واحد، ألا وإنهم ممكن يرجعوا لنا هذه المراحل مع النسخة الجديدة من اللعبة كـ DLC أو كإضافة. ولا تنسون هذه المرحلة كانت مجانية.